اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج الموسيقية الموسيقار المصري الكبير ياسر عبد الرحمن ليكون رئيساً للجنة التحكيم المسابقة الكبرى بالمهرجان مع 6 أعضاء موسيقيين من دول عربية وأفريقية. وقال مدير مهرجان أيام قرطاج الموسيقية أن اختيار الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن جاء لتاريخه الكبير وأعماله الموسيقية في أشهر الأعمال المصرية زي مسلسلات الضوء الشارد وثارت بلا جواد والوسية والرجل الآخر والليل وآخره.